مساكم الله بالخير والبركة والسعادة مشاهدين قناة عين، حياكم الله في أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج عين التعليم. هذا البرنامج اللي يأخذكم في مواضيع متنوعة وفقرات متعددة. مساكم الله بالخير ومساك الله بالخير يا علي. حياك الله يا عهد، وأهلا بالمشاهدين معنا في فقراتنا المنوعة دائما والتي تأتيكم بفقراتها وقصصها الملهمة. ونذكر أن فقراتنا وكذلك حلقتنا، ودائما في الحلقات الماضية نحن في هذا البرنامج برعاية شركة تطوير الخدمات التعليمية، ومثل ما عودناكم في كل حلقة راح يكون معنا العديد من الموضوعات نناقشها في فقراتنا الأولى الحوارية وكذلك في عين العدسة وجولاتنا الميدانية. أكيد مشاهدينا، في فقرتنا الرئيسية لليوم راح نتكلم عن ظاهرة انتشرت كثير في الآونة الأخيرة اللي هي التنمر الإلكتروني. كثير من الأشخاص عانوا منه من كل الفئات العمرية. اليوم في عين التعليم راح نناقش هذا الموضوع من الشق النفسي والشق القانوني، فلازم يتابعون معنا. أكيد لازم تتابعونا في هذه الحلقة حتى نستفيد جميعا ونفيد من يتابع معنا في هذه الحلقات. وإذا كنت تعرف أحد يعاني من التنمر الإلكتروني فاحرص أنت وإياه أن تتابع معنا هذه الحلقة للاستفادة وإفادة الآخرين. نتابع وإياكم الموجز. وزير التعليم يعلن عن الموافقة السامية على إنشاء مركز سارس ديري لدراسات المرأة. وزارة التعليم تعلن عن ترقية 32872 موظفا وموظفة خلال عام 2021. المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يطلق مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية. إدارة تعليم القصيم تطلق مبادرة تأهيل الجامعة والعمل لطلاب الثانوية. وإلى الخبر الأول، فقد أعلن معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن صدور الموافقة السامية على إنشاء مركز سارس ديري لدراسات المرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجتمع ودعم مشروعات البحث العلمي حول المرأة وجهودها في التنمية الوطنية الشاملة. وأعلن معالي عن تخصيص منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 20 مليون ريال لدعم المركز. أنهت وزارة التعليم ترقية 32872 موظفاً وموظفة خلال عام 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم الإعلان عن ترقية 15888 موظفاً وموظفة من منسوبيها، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16984 موظفاً وموظفة. وتأتي هذه الترقيات امتدادا لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها وتحفيزا لهم على الإبداع ورفعا من كفاءة العمل في المنظومة لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقا لرؤية المملكة 2030. أطلق معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية للتعليم العام والجامعي والمهني، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، حيث تتيح المبادرة للمستفيدين إمكانية الوصول إلى أكثر من 10,000 من المقررات والبرامج والشهادات الاحترافية مقدمة من أكثر من 300 جامعة وشركة رائدة حول العالم. وإلى القصيم، فقد أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم مشروع تأهيل طلاب الصف الثالث ثانوي والتعرف على مساراتهم التعليمية والمهنية. ويستهدف المشروع تفعيل برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد مبادرات رؤية المملكة 2030. وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل خريجي طلاب المرحلة الثانوية لمعرفة مساراتهم التعليمية والمهنية من خلال تأهيلهم لاختبارات المركز الوطني قياس.
ولتفاصيل أكثر حول هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد المجيد ضحيان، مشرف برنامج تكافل بتعليم القصيم. أستاذ عبد المجيد، أهلا بك معنا في عين التعليم، ولعلك تحدثنا والسادة المشاهدين حول هذا المشروع. أهلا وسهلا بك أخي محمد، وأهلا بأختي عهد على هذا اللقاء، وأهلا بالمشاهدين والمشاهدات. حقيقة هذا المشروع وهو الذي يستهدف طلاب الثانوي لتأهيلهم لتحديد مساراتهم بعد التخرج من المرحلة الثانوية وتحقيق التوجيه المهني للطلاب والطالبات في الجامعات كذلك والكليات وسوق العمل ورسم الخطة المهنية الشخصية للطلاب. طيب، هل هناك شراكات معينة مع هذا المشروع؟ نعم، انطلق هذا المشروع وتم تدشينه في يوم الخميس الماضي. يوم الخميس 19 جماد الأولى على شرف سعادة مدير التعليم الأستاذ محمد سليمان الصريح وحضور الدكتور محمد بن منصور العمران المستشار ومشرف على إدارة الميدان مؤسسة التكافل. وأقيم هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسة التكافل ومكتب يافع للاستشارات التربوية والتعليمية. وهذا المشروع يأتي تحقيقا لتنفيذ برامج الرؤية 2030 الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله. جميل، ما الذي سيوفر مثل هذا المشروع للطلاب؟ هي بإذن الله تقوم فكرته أنه تعريف الطلاب على أهمية هذا المشروع حتى يؤمنوا مثل هذه المشاريع وتدريب ويقوم على تدريبهم على اختبار القدرات العامة وكذلك الاختبار التحصيلي والتوجيه المهني. التوجيه المهني باختبارات بإجراء الاختبارات والمقاييس المهنية مثل مقياس بريكمان واسم البوصلة المهنية وكذلك إجراء مقياس تحليل الشخصية المهني، ويعقب هذا التشخيص والتحليل وإجراء الاختبارات جلسات استشارية يعني مع المتخصصين لمعرفة نقاط القوة والضعف لكل طالب أجرى الاختبار. طيب أستاذ عبد المجيد، أنتم ذكرتوا في هذا الخبر وحديثك عن قياس وكذلك التأهيل، هل هو برنامجين متوازيين؟ هو حقيقة هو يجتمع عدة برامج. الأول برنامج هو تطويرهم في اختبار القدرات والتحصيلي بحيث يشتمل على بحيث أنه يعني بعد لا ينهي الطالب المستهدف هذا البرنامج إلا بعد أن يعني يتفق حول 50 ساعة تدريبية متنوعة في اختبار القدرات وكذلك التحصيلي وكذلك اللي هو اختبارات إجراء الاختبارات والمقاييس. جميل، أستاذ عبد المجيد ضحيان. عندنا اللي هو تأهيل من سوق العمل، يعني ليس كل الطلاب يعني يدخلوا الجامعة ذلك بعد التحديد المهني لهم ممكن أنهم يلتحقوا بسوق العمل بعد معرفة ميولهم ورغباتهم. جميل، الأستاذ عبد المجيد ضحيان مشرف برنامج تكافل بتعليم القصيم، شكرا لك. مشاهدينا، انتهت جولتنا الإخبارية، فاصل قصير وراجعين نكمل معكم باقي فقراتنا. هذا البرنامج برعاية شركة تطوير للخدمات التعليمية لتعليم أفضل. حياكم الله من جديد مشاهدين، مواصلين حلقتنا معاكم. اليوم وصلنا معكم للفقرة الرئيسية اللي رح نتكلم فيها عن ظاهرة التنمر التي تعد من المشكلات الاجتماعية الخطيرة اللي تواجهها المجتمعات. في فقرتنا لليوم رح نتكلم عن نوع من أنواع التنمر، وهو التنمر الإلكتروني اللي صرنا نشوفه بشكل ملحوظ إما عن طريق الألعاب الإلكترونية أو حتى عن طريق السوشيال ميديا. صحيح يا عهد، التنمر الإلكتروني ليس بعيد عن التنمر التقليدي الذي نعرفه، له نفس التأثير السلبي على سلامة الفرد والمجتمع بجميع مستوياته وأعمارهم، لكن المشكلة اليوم أنه أصبح
الدخول في عالم السوشيال ميديا أو العلاقات الاجتماعية بهذه وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أكثر، ويتعرض الطفل أو الشاب أو الكبير أيضا لعرض كلامه ومعلوماته على الناس، ما يجعل الناس قد يكون صاحب التنمر أكثر تواجد في مثل هذه المواقع والأماكن. بالضبط، ممكن الأشخاص اللي إحنا نقدر نسميهم مشهورين اجتماعيا هم يتعرضون بشكل صحيح. أكبر نشر معلومات مغلوطة أو حتى تشويه سمعتهم صحيح. فمثل ما نقول أنه ممكن هم يستفيدون من هذا المجال، لكن أيضا ممكن يعانون منه من ناحية التنمر الإلكتروني. إحنا راح نناقش معاكم مشاهدينا هذا الموضوع من الجانب النفسي والاجتماعي والقانوني، لكن بعد هذا الفاصل أو بعد هذا التقرير. تابع. في ظل التطور الكبير للتكنولوجيا وتزايد استخدامنا لمنصات التواصل الاجتماعي والاعتماد الكبير عليها في التواصل والدراسة واللعب، أصبح مستخدمو مواقع التواصل معرضين لتصرفات وتعليقات أو ردود مسيئة ولها آثار سلبية كبيرة، وهو ما يسمى بالتنمر الإلكتروني، والذي يعد إحدى أنواع التنمر المتعارف عليها في مجتمعاتنا. ولكن باستخدام التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسيء للآخرين ويسبب لهم مشاكل نفسية لا تعد ولا تحصى، ومع اتصال نحو 80% من المراهقين والأطفال بعالم التكنولوجيا، فإن فرص تعرضهم للتنمر الإلكتروني أصبحت أكبر. وبحسب الإحصائيات، 1 من كل 5 مستخدمين يتعرضون له. لذلك لا يختلف التنمر الإلكتروني عن ظاهرة التنمر التي عرفناه قديماً، له نفس التأثير السلبي على سلامة المجتمع وأفراده بجميع مستوياتهم وأعمارهم، وذلك ما يستدعي الآباء والأمهات من تثقيف أبنائهم حول هذه المشكلة، لتحصينهم بشكل مباشر من مضاعفات وآثار سلبية قد تهددهم مستقبلاً. مشاهدينا، من بعد هذا التقرير نرحب فيكم من جديد، ونرحب بضيفنا اللي انضم لنا في الاستوديو لنقاش حول هذا الموضوع. رحب بالدكتور بندر الحداد، استشاري الطب النفسي. اهلا وسهلا فيك دكتور. حياك الله جميعا، حيا الله الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات. طيب دكتور، نبغى نتعرف في البدايه عن التنمر. نسمع هذا متنمر، هذا تنمر علي، هذا سوالي، هذا حطلي، وأصبح التنمر موجود دائما في كل الميادين، في كل المجالس. إذا من أدنى خطأ من شخص يقول هذا متنمر. نبغى نتعرف بالضبط ماذا يقصد بالتنمر. حلو. التنمر هو عبارة عن أي سلوك أو أفعال، أقوال معينة لها يعني مردود سلبي على الضحية. هذه الأقوال أو السلوكيات اللي موجودة تكون غالبا متكررة، تكون من طرف قوي على طرف أضعف، أو تكون من مجموعة على طرف واحد. بس لازم يكون إنه تكون متكررة ومؤذية، مؤذية للطرف هذا الضحية. هذا شرط. يا سلام. التنمر لابد أن يكون مؤذي. يا سلام، مؤذي ومتكرر. أما عشان نفرق بينه وبين المزح العايد العابر، مزح الأقران، مزح الشباب مع بعضهم البعض، البنات مع بعضهم البعض، لازم يكون مؤذي ومتكرر. ويعلم الشخص اللي قاعد يوقع هذا الأذى، يدري مسبقا. أي نوع مزح؟ لا، لازم يدري مسبقا انه هذا الشيء قاعد ياثر على الشخص الضحيه. انه لا، او سبق وقال له ترى هذا يتعبني مدري ايش، وما زال يستمر. لانه نعرف احنا نشاهد بعضهم قد معروفين في السوشيال ميديا، راي مزح ومزحهم قد يكون شيء ثقيل صادق، ما يتحمل اي شخص اخر، لكن بينهم عادي وطبيعي. هل نقول تنمر بين بعضهم؟ لا، اذا كان اذا زي ما قلنا، اذا كان متكرر والشخص المتنمر يعلم مسبقا انه هذا الشيء قاعد يوقع الاذى، وقتها نقول لا يا جماعة، هذا دخل في التنمر الإلكتروني، بالذات إذا سبب تبعات على هذا الشخص الضحية. بالذات إذا سبب تبعات عليه. لكن في فرق بين التنمر العادي والتنمر الإلكتروني؟ لا، هو غالبا واحد، المحصلة واحدة، غالبا المحصلة واحدة. صحيح. الناتج حيكون مشكلة، تبعاته مشكلة على الشخص الضحية، الطرف المتضرر. فعلا، احنا في بداية الحلقة اليوم دكتور بندر قلنا انه ممكن يعاني كل فئات المجتمع وكافة الشرائح العمرية من هذا التنمر، سواء اللي نشوفه في مجتمعاتنا او حتى التنمر الالكتروني.
بس حابة أسألك دكتور بندر، هل يتردد عليك في العيادة بعض الأشخاص اللي يعانون من الآثار للتنمر الإلكتروني سواء من الأطفال أو البالغين؟ هو التنمر الإلكتروني تحديدا يمكن بدأ الحديث عنه في الآونة الأخيرة، يمكن ما كان معرف سابقا زي ما قدمت الله يعطيكم العافية بداية الحلقة. لكن التنمر بشكل عام نعم هناك ضحايا، أكثر الضحايا يكونون زي كذا في الفئة العمرية، نقدر نقول فئة المرحلة المتوسطة تقريبا، يبدأ ينتهي أصلا حتى عالميا يبدأ ينتهي ما بعد المتوسطة، أو تقل نسبة انتشاره وحدوثه في الثانوية، في الجامعة تبدأ تقل. لكن أوج المنحنى إذا صحت العبارة تبلغ مداها في المتوسطة تقريبا من 12 إلى 14 سنة تقريبا. نعم تكون هذه المرحلة حساسة لهم، جدا حساسة. طبعا تيجي أغلب شكاوي الأهل إنه طفلنا بدأ يتغير دراسيا، أداء الأكاديمي بدأ يدهور، صحيح. بدأ الولد يكون منعزل، هذه الأعراض اللي تكون موجودة، تركيزه بدأ يقل، لخبطة النوم، أرق كثير. تيجي مثلا الأم تصحي على بداية الصباح تكتشف إنه هو ما نام، أو إنه قايم قومة قبل وقته اللي المفروض يقوم فيه، وجالس ساعتين ثلاث ساعات قاعد يفكر في الأشياء اللي أوقعت عليه من قبل المتنمر. أيوة، ويخاف أيضا أنه يروح للمدرسة بعد. نعم، يصير ما عنده رغبة. نعم، بعضها تكون تبعاتها يكون شيء نسميه حنا رهاب المدارس. حنا نعالج في العيادات وزملائي الله يعطيهم العافية ما قصروا، نعالج زي كده فوبيا المدارس، رهاب المدارس. وغالبا نجي مثلا نبحث عن أسباب رهاب المدارس نلقى أنه لا والله فيه أنه شخص قال كلمة تنمر عليه. العمر يعتبر رابط كبير بينه وبين التنمر؟ العمر؟ أي العمر أنت تتكلم عن مرحلة المتوسط تقول أكثر شيء. نعم، وش الرابط في هذا العمر؟ الرابط أنه خلينا نقول نعيد صياغتها من جديد بشكل ثاني، نقدر نقول من 10 سنين إلى 12 سنة هذه أوج حدوثها، يعني نقدر نقول من رابع ابتدائي إلى ثاني متوسط. السبب أنه الطفل بدأ خلاص يعني في هذه مرحلة تكوين الهوية، إثبات الذات، الواحد يبدأ يتعلم الاستقلالية، يبغى يشعر بالتقبل من الآخرين، فيبدأ ينصدم، يوعى أكثر، فينصدم بالشيء اللي موجود، خصوصاً إذا يعني هو من الأساس كان سماته الشخصية، طريقة تنشئته كانت فيها حماية زايدة، عنده كذا شيء مميزه عن الآخرين، ترى أحياناً التميز يكون يخليك عرضة للتنمر، صحيح. إنك تكون ضحية، التميز الزايد في لبسك، في هندامك، في شكلك، تبدأ تكون أنت تكون مرمى من مرامي إنك تكون ضحية من ضحايا التنمر. فهذه الفئة العمرية زي ما قلنا إثبات الذات، تكوين الهوية، يبدأ يوعى أكثر، هذا اللي يخليها تنتشر في هذا العمر. صح، وإحنا نبغى ننبه الأهالي دكتور بندر أنه في بعض الأطفال للأسف أو حتى ممكن المراهقين ما يكون في أريحية بالعلاقة بينهم وبين أهاليهم، يعني لما مثلا أي كلمة أو أي متنمر يتنمر عليهم، صحيح. ما يكون في حوار، فللأسف تتكرر هذه التصرفات على الابن أو المراهق، الأهل مو عارفين ويشوفون الآثار ويحاسبونه بس عليها، صح. فإحنا نبغى ننبه الأهالي أنه لازم تبني علاقة جيدة مع ابنك سواء كان مراهق أو طفل، بحيث أنه أنت تعرف أول بأول إيش قاعد يصير مع ابنك، وتبدأ بالمعالجة، ما تيجي عليه يعني هو قاعد يعاني من التنمر وأنت أيضا مو عارف كيف تتصرف معه. كلام صحيح يا أستاذ الله يعطيك العافية، أنه لابد من مد الجسور بينه وبين الأطفال والمراهقين والأطفال بأي فئة عمرية كانوا، حتى لو كان واحد كبير شخص عمره 30 سنة عادي، مراهق، طفل، كبير، لازم نمد جسور بينه وبين الأهالي، جسور إنه نأمن، أو عفوا نبغى المراهق والنشأ لما يجي يشتكي يأمن تبعات شكواه، لما يجي ينفس ويتكلم ويبوح يأمن ردة فعل الوالدين، مجرد ما يأمن ردة فعلهم حيبدأ يتكلم، حيبدأ يقول لك والله أنا أعاني بالمدرسة، أعاني في الشارع، أعاني في 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 في, في وسائل التواصل الاجتماعي، حيبدأ يقول لك، لكن لازم نفتح الجسور هذه ويأمن ردة فعلك، لأنه حنا برضو بالعيادة واجهنا زي ما واجهنا إنه في ناس تشتكي وكانوا ما شاء الله علاقتهم بأهلهم مرة كانت كويسة، في ناس لا ما سمح لهم ما كان في جسر بينه وبين أهله، فيظل كابت ومجمع وكابت ومجمع، بعدين يبدأ ينفجر على أتفه الأسباب. ونعالجه من جديد. فوجود جسر تواصل بينه وبين الأهل نقطة ضرورية. يعني جداً. ممكن يكون رهاب المدرسة قد يكون أحد أسباب هالأسرة مثلاً؟ ممكن يكون هو جاء مثلاً وقع عليه تنمر ومو بقادر يبوح. مو بقادر يعبر. لا لأهله لأنه ما يأمن إيش تبعات ردة فعلهم. ما عنده إلا يمكن قناة المدرسة
المدرسة كوسيلة أنه يبدأ ينفس، وبرضه إذا كانت علاقته بالمدرسين مثلا ما كانت صحية، هو الولد نفسه انطوائي يستحي كثير، برضه ما حيعبر للمدرس مع وجود التهديدات المستمرة. لو نعرف التنمر الإلكتروني، التنمر الإلكتروني هو عبارة عن نشر شائعات، أكاذيب، تهديد متكرر. هناك قلنا في التنمر العادي كلام سلوك، لكن في التنمر الإلكتروني تحديدا رسائل تهديد يا جماعة، انتحال شخصيته مثلا، يدخل في الجروب من الجروبات حق التواصل الاجتماعي على انه فلان، ويبدا يخبص مثلا، وتأخذ على هذا الشخص الضحية اللي ماله، يهدده بنشر صوره مثلا، يهدده بنشر شيء معين. هذه كلها تحدث. صحيح. ممتاز. كأشكال من أشكال التنمر الإلكتروني. جميل. إحنا بنواصل حديثنا معك دكتور بندر. إحنا سألنا طبعا الناس إنه هل سبقوا تعرضوا للتنمر الإلكتروني وكيف تعاملوا معه. بنشوف طبعا ردودهم معك، نتابع. التنمر نعم، كل إنسان يعني بالتواصل الاجتماعي يتعرض للتنمر، سواء يعني بالشخصية ولا بأي شيء يعني من أنواع التنمر يعني. لا والله ما تعرضت للتنمر الإلكتروني، بس واجهت أشخاص تعرضوا لتنمر إلكتروني. من أمن العقوبة أساء الأدب، أنت بينك وبينه شاشة، فلذلك توقع أنك تتعرض للتنمر أو أي شيء يعني أي إساءة، لما تدري منه خلف الشاشة، هل هو طفل، هل هو شخص معتل عقليا، ما تدري. طبعا راح تأثر فيني، لكن ما راح تأثر فيني قد الكبير، راح تأثر فيني إنه ليه في شخص متنمر قاعد يمشي ويتنمر على الكل، قاعد يمشي وينشر طاقة سلبية، قاعد يمشي يعني يستصغر من الناس. بنسحب من الجروب، بطلع من الجروب عشان ما تكبر السالفة، وإذا كان بالخاص يعني دي ام الحالي انا وياه ببلكه عشان ما تكبر السالفه وعشان ما تكون رده فعلي قويه له، واساسا ما يسوي ذا الشيء الا الشخص الناقص، فيحس بنفسه انه هو اذا سوى ذا الشيء انه بيكمل النقص اللي عنده. كرده فعل طبيعيه راح اعطيه بلوك الشخص المتنمر علي، عشان لا اتعب نفسي ولا اشغل بالي. ومن ناحيه انه شيء اثر علي، انا وحده صراحه ما اتاثر ابدا بكلام الناس، يعني مهما يقول مهما يسوي بسوي اللي ابي، يعني قال مو حلو، قال مثلا شغلك خايس، ما اهتم ابد. ايوه ما كانت رده فعلي قويه مره، بس زعلت. نعم بعض الاحيان تجيك يعني قسائل ذبات، بس الواحد ياخذها بروح يعني بروح مريحه، اذب عليك تذب علي، لما لو تهتم في الكلام بس راح تعيش في دائره ضيقه، هذا يقول لي هذا يقول لي هذا يقول لي، راح تعيش منغلق حياتك كلها، يعني اي احد يقول لك شيء راح تقول هذه تنمر علي، هذه تنمر علي. طبعا مثل ما شفنا هذه ردود افعال اللي حصل لهم تنمر من خلال السوشيال ميديا او التنمر الالكتروني بشكل عام، وكيف كانت ردود افعالهم دكتور، لعلنا نشوف رايك بالنسبه لردود الافعال، يعني ما هو الاسلوب المناسب للتعامل مع مثل هذه الحالات لما اواجه شخص يتنمر علي الكترونيا. حلو، وهو من اهم الاشياء انك توصل رساله للشخص اللي قاعد يتنمر انه هذا الشيء يتعبك، انه هذا الشيء قاعد ترى ما اقبله مره ثانيه. لازم نحط حد. ممكن انا عجبني ردود افعال الناس اللي انسالوا، بعضهم يقول انه مره والثانيه، حلو نعطيهم مجال. يعني انا اقول دائما في كرتين صفر قبل الكرت الاحمر. كرتين صفر، كرت اصفر ترى هذا الشيء مضايقني لو برساله مزح، زي ما جابه باسلوب مزح نجيبه باسلوب مزح المره الثانيه، لكن بما انه ما زال مستمر وهذا الشيء مأذيني، زي ما قلنا الناس خلاص تبدا تطلع من الجروب، انا ليش احرم نفسي من الجروب ويكون في ناس لا والله يستاهل اني اجلس معاهم، اخسر اشياء معينه، اخسر مهارات التواصل الاجتماعي، اخسر صحبه، اخوه ناس، فلا انا اقول لا نرسل رسائل، كرت اصفر اول مره، ثاني مره، ثالث مره، خلاص توصل له الرساله بشكل صريح ومعلن، هذا الشيء ترى يؤذيني وما اسمح له ثاني مره بالتكرار. اما نسكت ونبتسم اليوم ابتسامه صفراء وبكره ابتسامه صفراء وبعده، يا جماعه نشيل الاقنعه شوي، خلاص قول، يقول لك دائما لا تترك اي موقف قبل ان تقول كل ما لديك، قول كل ما لديك، ريح نفسك. اما تجلس دائما تكون مرمى الناس زي كذا متنمرين ويضحكون عليك وتكون يعني مدعاه يعني باللهجه العاميه للطقطقه وزي كذا، لا
انت في غنى. ممتاز. طيب بالنسبه للامهات والاباء دكتور بندر، من وجهه نظرك كيف هم ممكن يعلمون اطفالهم التعامل مع المتنمر عليهم؟ وهذه من ضمن الاسباب، من ضمن الوسائل، انه زي ما قلنا وجود جسر موجود، برضو نشعرهم بالامان، نشعرهم بالامان انه انت وراك ظهر، وراك ظهر. الشيء الثاني برضو انه اي شيء يصير لك، يعني حلو لما يكون كل اب وام يسوون زي الجرد، اذا صحت العباره، جرد اسبوعي عن طريق سؤال الطفل او الطفله انه هل صار شيء معك، هل تحتاج في شيء، مو شرط انك تكون دايركت بطريقه مباشره، غير مباشره، كيف صارت الامور في المدرسه اليوم، بكره، بعده، عادي. حلو. حتشوف يا جماعه، حتشوفون لما يدري الطفل انه في والله احد يكون معاه دايم، يسال تفقده، لا والله حيقول. حتشوفوها حتى الساده المشاهدين حيشوفوا هذا الشيء. يبغى لهم احد يتابعهم لو مره، زي ما قلنا في الاسبوع مرتين في الاسبوع. يعني مهم نعطي الطفل الثقه، او الشاب يعطيه الثقه بنفسه، يعني هو لما تفتح له مجال بيقول لك والله ضحكوا علي على لبسي، ضحكوا علي لما قلت كذا. حلو. فهذه مهمه جدا، دائما ان دائما نحفز الطفل والشاب والابن انه يواجه مثل هذه الاشكالات، مو فقط يشتكي وما يواجه. يا سلام. لا ايوه يا سلام، يشتكي بعد الشكوى خلاص نعلم المواجهة إنه لازم يوقفوا عند ردة فعله. برضو إذا كان في مثلا هناك مهارات أخرى يجيدها الطفل أو المراهق، حلو إنه ننميها، هذه حتنعكس بشكل إيجابي على بقية المهارات. جميل. إحنا نستأذنك دكتور بندر، عندنا طبعا بنناقش الموضوع أيضا من الجانب القانوني. رحب مشاهدينا عبر الهاتف بالأستاذ محمد التمياط، المحامي والمحكم والمستشار القانوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يا هلا، حياكم الله، مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله، حياك الله. في البداية أستاذ محمد، يعني احنا تكلمنا عن الموضوع من الجانب النفسي والاجتماعي، لكن حابين نعرف معك في حوارنا لليوم ايش ابرز القوانين اللي سنت مؤخرا للتعامل مع ظاهرة التنمر الالكتروني؟ بالنسبة للتنمر الالكتروني وجميع ما يحدث في الانترنت او برامج السوشيال ميديا، برامج التواصل الاجتماعي، يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ويوجد فيه عدة عقوبات، لكن أغلبها الدارج بالنسبة للتنمر ينطبق عليها المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، اللي هي سجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. طيب كيف نتحاكم، أو وش الآلية لما أحد يتنمر علي إلكترونيا؟ أتوجه لمن؟ في عندك موجود تطبيق كلنا آمن، وكذلك موجود أقسام الشرطة تستطيع أنك تأخذ هذا صورة من المعرف، وكذلك من التنمر العبارات أو الصورة اللي أرسلها أو أي شيء، توجه لقسم الشرطة وترفع عليه بلاغ. طبعا في الكثير يعتقد أنه لما يكون هناك اسم مستعار ما حد يستطيع الوصول إليه، وهذا الأمر غير صحيح نهائيا، يستطيع الوصول لأي شخص. ممتاز. طيب دكتور بندر، يعني حابين نعرف معك، هل في رقم موحد أيضا تم إتاحته لتلقي بلاغات التنمر؟ هل في رقم موحد تم إتاحته من حكومتنا لتلقي بلاغات التنمر؟ هي مثل أي بلاغ، يعني تم إرساله للشرطة، نفس البلاغ، مراكز الشرطة. اي نعم، تاخذ البلاغ نفسه وتروح لقسم الشرطة ترفع لهم شيء هذا، او عن طريق كلنا عنه. ممتاز. طيب أستاذ محمد، يعني في بعض الأشخاص ممكن يخلطون بين أنه مثلا كلمة عادية قيلت، أو أنه هذا المصطلح نقدر نسميه تنمر إلكتروني، هل في معايير نقدر نحدد أنه هذه الشكوى فعلا تندرج تحت التنمر الإلكتروني؟ لا، شوفي، بالنسبة للتنمر الإلكتروني صعب الحصر، صعب حصر العبارات أو الجمل أو الصور أو هذه، ولكن المفهوم من هذا الأمر وش هو؟ من هذه العبارة وش؟ جميل. طيب بس أختم معك دكتور محمد، دوركم أنتم كمحامين في نشر الوعي للناس بخصوص التنمر الإلكتروني، في رسالة ممكن توجهها للمتنمر أو المتنمر عليه باختصار بس؟ طبعاً وأنا أخوك، في يوجد جهاز الرصد النيابي تابع للنيابة العامة موجودين في السوشيال ميديا، وجالسين يراقبون جميع التصرفات، وبين فترة وفترة جالسين يتبعون حالة، فإن الكثير من الحالات جالسة تمرنا، ليش ارتكبت هذا الفعل؟ والله ما كنت أدري. ما في شيء اسمه ما أدري، في جهاز رصد نيابي يتبع النيابة العامة، يتابع جميع ما يحدث في السوشيال ميديا.
أكيد شكرا جميل. لك على هذه المداخلة وتواجدك معنا. شكرا للأستاذ محمد التمياط المحامي والمحكم والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك. أرجعلك دكتور بندر، عندي سؤال بس حاب أختم معك فيه، يعني لو تسمح لي، أنه في بعض المشاهير للأسف محتواهم عبارة عن طقطقة وميانة أو حتى مقالب مثل ما احنا نسميها بالعامية، وشريحة كبيرة تتابعهم من المراهقين وحتى الأطفال، دايركت هم يقلدون محتوى المشاهير على أطفال على المحيطين فيهم سواء من يعني أقرانهم أو حتى على الكبار. نبغى نتكلم عن هذه النقطة وكيف إحنا ممكن نواجهها وكيف ننبه أطفالنا عليها أيضا. هو سؤال وجيه، الله يعطيك العافية. إحنا نقول بداية يعني أي سلوك تنمري بداية تعديله وتحسينه والانتباه له من البيت، كونه هو البيئة الأولى. فالآباء والأمهات لما يشوف بداية سلوك أي سلوك تنمر من الطفل ويكون هذا مربوط بمتابعته مثلا سين أو صاد من الناس من المشاهير، يبدأ خلاص يلفت انتباهه أول بأول. جماعة لابد أن يكون فيه انتباه أول بأول، ما يسمح مثلا للولد يتنمر على أخته بسبب شيء سمعه مثلا في وسائل التواصل عبر المشهور الفلاني، بنت تتنمر على أخوها، الأب نفسه أحيانا يتنمر على بنته مثلا بسبب شكلها بسبب مدريش تعليقاتها البسيطة، برضو نحد منها، نحاول قدر الإمكان نكون لا أنه نمنع هذا الشيء قدر الإمكان بدايته من البيت، ثم بعدين نتدرج للمدرسة. الإعلام كمان إن شاء الله له دور كبير، هذه كلها إن شاء الله تكون إن شاء الله عوامل وقائية علاجية بإذن دكتور الله. بندر، إحنا شفنا حملات كثيرة وحسابات وجمعيات منع للتنمر أو لا للتنمر، حسابات كثيرة وجمعيات كثيرة، لكن من حديث لشخص متخصص، ما هو الأسلوب الأفضل والأنسب حتى نمنع مثل هذا التنمر أن يكون موجود ويكون سائد في بعض المجتمعات؟ زيادة وعي الناس مطلب، زيادة وعي الناس، لازم نعرف زي ما يعني ذكروا كثير المختصين أن نبدأ نتكلم عن التنمر زي كذا في وسائل التواصل بشتى أنواعها في المجالس، مو أنه شيء يا جماعة نفرق بينه وبين زي ما قلنا المزح البسيط، لازم نحدد مفهومه ونوعي الأطفال، نقول لهم ترى هذا تنمر بما أنه يؤذيك ومتكرر. علم الطفل بهذا الشيء وعلم المراهق وعلم النشأ ترى يختصر علينا كثير من الأمور. صحيح. فتخيلوا يا جماعة كل البيوت أخذت هذه الرسالة وبدأت خلاص تبدأ تشتغل على أولادها، لا تسكت، لا تسمح له، لن يؤذيك أحد حتى تسمح له، فأنت ليش تسمح له بالاستمرار؟ ليش تسمح له باستمرار؟ في حالات أتذكر يعني أنه التزمت البيت وتركت المدارس كله بسبب كلمة عابرة كان فيها زي كذا تنمر أنه وتهديد، التنمر اللفظي، التهديد يمكن أكثر أشكاله، ترى حاجة أخطفك اليوم. أوف. طفل خلص جلس في البيت ولا عاد صار يطلع ولا شيء. طيب هذا لو كان في قناة حوارية بينه وبين أهله، كان يمكن قال لهم وبدأ يبوح، جاء أبوه وسجل بلاغ. صحيح. وكان منعنا تبعات الأمور بشكل من بدري. فزيادة وعي الأطفال والنشأ من البيت بدايتها، ممتاز، نتكلم عنه، نحدد مفهومه وأشكاله ونأمنهم في حال حدوث أي شيء لا سمح الله. ممتاز. وفي أحد الأشخاص في الاستطلاع دكتور بندر قال أنه من أمن العقوبة أساء الأدب. صح. هذا نقدر نقول أنه قبل كم سنة، لكن الحمد لله الآن تم سن قوانين لحماية الأفراد ولحماية المجتمع من هذه الظاهرة. صح. لكن بصراحة ممكن هذول الأشخاص اللي يتنمرون إلكترونيا صاروا يخافون من العقوبات القانونية. صح. لكن نتكلم عن محيطنا الضيق أو محيطنا القريب منا، إحنا ما رح نشتكي على المتنمر لأنه بشكل أو بآخر هو يعني يرجع لنا، أو أن يكون مثلا في بيننا وبين علاقة اجتماعية. لو مثلا إحنا هذا المتنمر اجتمعنا عليه وتم نهره من قبلنا كلنا، هذا الشيء ممكن يحد عن التنمر. صحيح. نقطة مرة وجيها، أحيانا ترى اللي يشعل للموضوع زيادة إذا صحت العبارة المتفرجين ذولي. هم لو التزموا الصمت معناه انه هو زي ما قلنا من امن عقوبه سال ادب، ويعتقد انه الشيء اللي قاعد يسويه شيء طبيعي. صحيح. وحق مشروع، فيبدا يتلقف بزياده ويبدا لا. المتفرجين لازم يتكلمون. لازم يتكلمون. اذا استشاري الطب النفسي الدكتور بندر الحداد، شكرا جزيلا لك. الله يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. شكرا لضيفنا دكتورنا الدكتور بندر الحداد في حديثه عن التنمر الالكتروني ومشاكله وكذلك اشكاليات الاجتماعيه والنفسيه على اطفالنا وابنائنا وكذلك في المدارس و في المجتمعات المختلفة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده نعود لاستكمال بقية فقراتنا في علم التعليم.
أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. تواجه بعض الأسر مشاكل في القراءة لدى أطفالها، وتظهر هذه المشاكل بوضوح عند حل الواجبات المدرسية وفي تحصيل الطفل الدراسي، والكثير من الأهالي لا ينتبه بأن الطفل قد يكون يواجه صعوبات في القراءة بشكل خاص تنعكس على تعلمه. بالرغم من أن بعض الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم تكون لديهم مشكلات نفسية أو جسدية، إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم لا تكون لديهم هذه المشكلات. في إطار حلقتنا لليوم رح اخترنا لكم نوع من صعوبات التعلم لدى الطفل، وهو الصعوبة في القراءة. رح نتعرف على علاماتها مع الأستاذ علي بن أحمد العائد، معلم صعوبات التعلم، في هذا الفيديو. يمكن تعريف صعوبات التعلم في القراءة وما يعرف علمياً بالديسلكسيا للأطفال في سن المدرسة بأنها اضطرابات في المعالجات اللغوية للكلمات والجمل عند هذا الطفل. هناك بعض العلامات أكثر شيوعاً وانتشاراً يمكن ملاحظتها من المعلمين أو من أولياء الأمور في المنزل. من هذه الملاحظات أو من هذه العلامات الحذف والإضافة والإبدال والتشويه لنطق الحروف والكلمات، كذلك صعوبة في استدعاء الكلمات من الذاكرة، كذلك صعوبة في ربط الحرف بالصوت، كذلك من العلامات صعوبة في تتبع مكان الوصول عند القراءة الجماعية داخل الفصل، كذلك صعوبة في الفهم القرائي للنص المقروء، كذلك من الصعوبات أو من العلامات اللي تدل على أن هناك صعوبات في القراءة تجنب الطفل للقراءة بصوت مرتفع أمام زملائه. كل هذه مؤشرات تدل على أن هناك صعوبات في تعلم القراءة. لذلك ننصح أولياء الأمور إذا ظهرت مثل هذه الصعوبات عند الطفل التوجه لإدارة المدرسة أو للمرشد الطلابي لتحويل الطفل إلى معلم صعوبات التعلم وعمل التشخيص اللازم، كذلك المعلمين داخل الفصل، معلمين الصفوف العادية، إرسال أو تحويل الطالب إلى معلم صعوبات التعلم لعمل التشخيص اللازم وعمل الخطة التربوية الفردية أو البرنامج العلاجي المناسب لكل طفل. إذن من المهم جداً إدراك الوالدين للصعوبات أو المشكلات اللي تواجه أطفالهم عشان يقدروا يعالجوا مثل هذه المشكلات أو حتى التقليل من الأثار السلبية الناتجة عنها. نشكر أستاذ علي على توضيحه لبعض العلامات اللي تدل على أن الطفل ربما يعاني من صعوبة في القراءة، ليس لضعف دراسي أو عدم متابعة، وإنما قد يكون هناك شيء مختلف، قد يكون جسدي أو قد يكون عضوي أو قد يكون مرض معين. أكيد، وبإذن الله الرسالة تكون وصلت للأهالي وتشكل عندهم هذا الوعي الكامل. مشاهدينا من الإطار ننتقل معكم إلى الميدان مع قصة الطالبة جون الريفي بعد 4 محاولات سابقة خلال مشاركتها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وفي كل عام تكون مشاركتها في مجال مختلف وبشكل مميز. شاركت هذا العام بمشروع علمي لرفع كفاءة الخلايا الشمسية بمساهمة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. لها العديد من الاختراعات والابتكارات التي شاركت فيها بالكثير من المعارض والمسابقات العلمية. في فقرة من الميدان التقينا بالطالبة جون الريفي، خلونا نتابع. جون الريفي نموذج مشرف ووجه يتطلع إلى المستقبل، طالبة متعتها الأولى البحث عن الجديد وسعادتها القصوى تتمثل في نجاحها في الاكتشافات الجديدة والانتهاء من الأفكار وتحويلها لابتكارات تفيد الوطن. قاد الشغف والبحث والابتكار الطالبة جنى إلى إبداعات في مجالات مختلفة على مدى 4 سنوات بمشاركات مختلفة في المعارض العلمية. هدفي كان إن أنا أعرف إيش المجال اللي يستهويني عشان أنا أقدر أكمل فيه دراستي المستقبلية، أعرف بالضبط أنا وين أبغى أتوجه في المستقبل، لأن في أنا أعرف إن في كثير من الطلاب مثلاً يوصل المرحلة الثانوية ولا هم عارفين إيش يبغوا يختاروا في التخصصات في الجامعة، فأنا أعتقد إن إبداعي كان سبب في اختياري مثلاً التخصص المستقبلي والعديد من الزميلات والزملاء السابقين، فإبداعي كان يخليني أجرب المجالات عشان أنا أعرف بالضبط إيش أنا ممكن أكمل فيه دراستي المستقبلية.
مشاريع جنى البحثية المختلفة استطاعت أن تحقق أصداء عالية وتتصدر أخبار البحوث والابتكارات في المملكة، ولكن هذه الابتكارات وغيرها تحتاج إلى دعم من جميع الجهات. نتكلم عن الدعم، الدعم هو الأساس، سواء كان دعم معنوي من الأهل، من الأسرة، من أفراد المجتمع فهو مطلوب. الدعم المادي إذا كان مثلاً الابتكار يطبق بأجهزة أو بأي شكل من الأشكال، طبعاً في مؤسسات حالياً بدأت تدعم الابتكارات والبحوثات وبدأ في تمويل لها. جنى والتي لا تزال في الصف الثاني ثانوي شاركت هذا العام في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بمشروع علمي لرفع كفاءة الخلايا الشمسية. الكثير يحسوا أنه إذا زادت أشعة الشمس حتكون مفيدة للخلايا الشمسية بحيث أنه تأخذ مصدر طاقة أكثر، ولكن هذا كلام كله خاطئ، والدراسات والأبحاث أنتجت أنه أبداً، هذا كل ما زادت أشعة الشمس كل ما قلت الكفاءة للخلايا الشمسية. فبحثي يهدف إلى أنه أنا أزيد كفاءة الخلايا الشمسية، وأني أحاول أني أخليها الكفاءة حقتها ما تقل ولا أنها ترتفع. يجد الطلاب والطالبات صعوبات للجمع بين المذاكرة المدرسية والعمل على المشاريع البحثية والابتكارات، ولكن جنى قدمت لهم نصيحة سيستفيد منها الكثير. الضغوطات هذه موجودة في كل حياة، وخصوصاً إحنا الحين قاعدين ندرس، قاعدين نشتغل على مشاريع بنفس الوقت، فأنا مضغوط فعلاً، ولكن إحنا قاعدين نقسم وقتنا. أنا شخصياً مثلاً قاعد أعطي المذاكرة وقتها، وإذا كان عندي وقت زايد في اليوم أنا أبدأ في إنتاج البحوث وأبدأ أقرأ معلومات زيادة. إذا كان عندكم هدف فأسعوا له مهما كانت الصعوبات اللي هتواجهكم في الطريق، لأنه ما في أي أحد يقدر يوصل لهدفه بيوم وليلة. الناجحون والناجحات في شتى المجالات لا ينسون من يقف معهم ويدعمهم ليصلون إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم. شكراً بابا أول شيء. من إحنا وصغار هي كلمات كان يرددها لي أنا والأختي أثناء دخولنا للمدرسة مثلاً، ولا في أي مثلاً شيء مهم في حياتنا قاعد يصير، ولا منطقة من انتقالية لانتقالية أخرى، كان دائماً يقول لنا خلوا ثقتكم بنفسكم عالية، وهذه الكلمات لازلت يرددها في مسامعي في كل لحظة من حياتي، وأنا جداً فخورة أن أنا والدي داعم لي الحين، فالحمد لله رب العالمين، وأنا أشكره على الثقة اللي يعطيني هي في يعني إنتاج البحوث، ولا الدعم اللي قاعد يعطيني هو، وأنا متأكدة كل إنجاز سويته في حياتي كان بعد الله ثم دعمه ودعم أمي وأسرتي كاملة. وأثناء حديث جنى عن والدها شهدنا تأثره، وسألناه عن السبب وما هو شعوره وهو يرى ابنته بكل هذا التميز. طبيعي أي أبو أو أم أو أخ أو أخت أو أي أحد يعني يكون له علاقة بشخص ناجح أن يرى النجاح، هذا أولا وأخيرا، ويرى ثمار يعني التربية والتعليم وثمار ناتج السنين اللي قضاها الطالب في عملية الدراسة والتجهيز والنجاح. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع سواء كانت جنى أو أخوانا أو جميع الطلبة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم أهدافهم، وإن شاء الله نشوف جنى وجميع الطلبة من المتفوقين إن شاء الله. ما شاء الله عليك يا جنى، دائما نسمع الإصرار هو سر النجاح، فعلا وفعلا جنى أكدت لنا هالشيء من خلال محاولاتها ومشاركاتها، وكيف استطاعت أنها تشتغل على نفسها عشان توصل وتحقق حلمها وتحصل على هذه الجائزة وغيره. مثل ما قالت هي في التقرير، يعني الحلم ما يجي بيوم وليلة. صح، أكيد، والهدف فعلا يبغى له العزيمة القوية والمستمرة لتنفيذ بإذن الله على أكمل وجه، وأكيد نتمنى لها التوفيق، ونشكر أبوها طبعا، الأب هو أكبر داعم لبنته، هو فعلا اللي يمهد لها الطريق بحيث أنها تنجز وتحقق كل أهدافها في الحياة. مواصلين معاكم مشاهدينا لكن بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية شركة تطوير للخدمات التعليمية.
ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، ولكل اللي انضموا لنا من جديد اذكركم بمشاركتكم لنا وارسال استفساراتكم حول موضوع الحلقه على هاشتاج البرنامج عين التعليم. ننتقل معهم طبعا لفقرتنا ترند التعليم اللي راح ناخذكم فيها بجوله لابرز الاخبار في الميدان التعليمي. نبدا معاكم الترند الاول. توج صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد ال سعود امير منطقه حايل الاداره العامه للتعليم بمنطقه حايل بفوزها بجائزه بصمه 2021 في ثلاث مجالات وبحضور معالي نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود ال فهيد. اذا نبارك لاداره تعليم حايل تتويجها بجائزه بصمه، متمنين لهم مزيد من التوفيق والتميز ويستاهلون. وفي الترند الثاني وفي إنجازات متتالية ونجاحات عالمية لوطننا الغالي، نبارك للطالب محمد برناوي في جامعة أم القرى لاعب الكاراتيه اللي حقق الميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 74 لبطولة آسيا والمقامة في كازاخستان. ألف ألف مبروك للطالب محمد هذا الإنجاز المشرف. وننتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى جولة العدسة ومع أبرز المستجدات بإدارة التعليم من جميع أنحاء المملكة، حيث صنعت الرؤية الطموحة التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 التغيير في التطلعات وحفزت الأفكار الخلاقة لتنهض بالوطن في كافة المجالات، وأسست العمل التشاركي والتعاوني بين كافة القطاعات. ملتقى الوطن للإبداع السعودي كان أحد ثمرات هذه الرؤية والذي شارك في تنفيذه قطاعات مختلفة بمنطقة نجران، إيماناً بنها بأن الطموح عنان السماء وأن الحراك الثقافي والاجتماعي يجب أن يكون عظيماً ليولد الأفكار ويدعم المبدعين ويحفزهم. تقريرنا الآن هو يسلط الضوء على هذا الملتقى، نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود للحديث بشكل مفصل عن هذا الملتقى. احتفاء بأصحاب القدرات العالية والمبادرات الخلاقة، جاء ملتقى الوطن للإبداع السعودي. والذي افتتح برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن سعد أمير منطقة نجران. بمشاركة جهات متعددة حكومية وأهلية بمنطقة نجران، واستمرت فعالياته وبرامجه لمدة 4 أيام. ويهدف الملتقى الذي شارك فيه نخبة من المفكرين والخبراء والمختصين والإعلاميين من المملكة ودول الخليج العربي إلى اكتشاف ودعم وتبني المواهب الشابة وإتاحة الفرصة لهم لتنظيم وإدارة الملتقيات، إضافة إلى توفير برامج تدريبية شبابية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة شباب الوطن. وقد اشتمل برنامج الفعاليات على أوراق عمل وندوات ومنصات حوارية وأنشطة اجتماعية وفعاليات تراثية وحرف يدوية ومعارض مختلفة ونوافذ إعلامية خاصة، إضافة إلى مسابقة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي لدعم المبدعين والمبدعات. إلى جانب تكريم أسر وأبناء الشهداء ورواد العمل الاجتماعي، وكذلك الفن التشكيلي الذي يركز على إبداعات الفنانين في المنطقة وإبراز أعمالهم. مشاهدينا، من بعد هذا التقرير الحديث أكثر حول ملتقى الوطن للإبداع السعودي، انضم معنا عبر السكايب المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الأستاذ فهد بن صالح عقالة. أهلا وسهلا فيك. سعداء بهذا اللقاء. حياك الله أستاذ فهد، وشكرا لك الحقيقة على تجاوبك معنا، ونبارك لكم الحقيقة مثل هذا الملتقى. بس ودنا نبين لسادة المشاهدين بشكل أكبر وش الملتقى، وش فكرة الملتقى بالضبط؟
نبعت فكرة ملتقى الوطن للإبداع السعودي من قبل سيدي أمير المنطقة الأمير جنود بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبها الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، واللذان وجه بعقد شراكة خماسية ابتداء. تطورت هذه الشراكة لتشمل 7 جهات، هي عبارة عن إمارة المنطقة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران وجامعة نجران وجائزة الأميرة صيفة والمؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني وبنك التنمية الاجتماعي ومجلس شباب منطقة نجران. كل هذه الجهات اللي أصبحت 7 جهات هي خططت ونظمت لهذا الملتقى والذي احتضنته منطقة نجران ليكون بعنوان نوعي، وهو ملتقى الوطن ليشمل كافة مبدعي الوطن والمبرزين في تقديم الفقرات النوعية التي حددتها محاور هذا الملتقى، ويكون أيضا مرتكزا على الإبداع السعودي في ظل رؤية المملكة 2030. جميل. أستاذ فهد، حابين نعرف معك أيضا يعني عن دعم سمو أمير منطقة نجران ونائبه ورعايتهم للطلاب وطالبات تعليم نجران، كيف كان؟ طبعا دعم سمو الأمير الله يحفظه لطلاب تعليم منطقة نجران في كافة المؤسسات التعليمية وتحديدا في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لم ينقطع. لنا أن نتخيل أنه من بدء العام الدراسي وحتى يومنا هذا ما يقارب من 12 فعالية تعليمية التي تم رعايتها من قبل سمو سيدي أمير المنطقة. ارتكز أكثر من 80% من هذه الفعاليات على دعم الطلاب المباشر، بدءا بحضوره في الفصول الدراسية في أول العام الدراسي إلى تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة نشاطي التي عقدت في الصيف الماضي، انطلاقا إلى تكريم الطلاب الموهوبين والمبدعين والذين رشحوا من قبل الوزارة من الإدارة العامة الموهوبين وشاركوا في مناشط موهبة المختلفة. كل هذه المناشط كانت برعاية كريمة من سمو سيدي أمير المنطقة، وكذلك المتابعة الدائمة أيضا من نائب أمير المنطقة الأمير تركي حفظهم الله جميعا. طيب، ما هي أبرز الفعاليات والمنصات في هذا الملتقى؟ طبعا الملتقى سعى إلى تكريس فكرة الإبداع في كافة الجوانب من خلال المنصات الحوارية. جميل. من خلال المسابقات التي أقيمت على هامش هذا الملتقى، من خلال إقامة المعارض والفنون وأيضا إحياء المناطق التراثية والتي كان من آخرها تسجيل حما كموقع تراثي عالمي لدى اليونسكو. بالنسبة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة احتضنت 4 منصات حوارية. جميل. انطلقت ابتداء بمنصة تأهيل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة. حلو. ثم منصة من وحي الطبيعة انطلاقا إلى منصة الإبداع والابتكار، وختاما بمنصة الثقة والتمكين للشباب والشابات في مجال الإعلام. جميل. أستاذ فهد، كان من ضمن برامج الملتقى أن سمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود قدمت يعني منصة حوارية لذوي الإعاقة، حابين نعرف تعليم نجران إيش يقدم من خدمات لهذه الفئة؟ طبعا بالنسبة للمنصة الخاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة قدمتها سمو الأميرة واحتضنتها الصالة الرئيسة ببيت الطالب، واستهدفت المتخصصات في مجال التربية الخاصة واللاتي يقومن بالإشراف على برامج التربية الخاصة في قطاع البنات تحديدا، وشارك في هذه الفعالية العديد من المتخصصات. وطبعا الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تقدم برامج مختلفة بدعم من الوزارة وبتوجيه من وزارة التعليم لكافة جوانب الإعاقة المختلفة وأفرعها المختلفة، التوحد، العوق الفكري، العوق البصري، صعوبات التعلم، برامج ذوي التوحد. وهذه البرامج لدينا في المنطقة 83 برنامج في مدينة نجران وفي كافة محافظات المنطقة تغطي كافة الاحتياجات الرئيسة للطلاب الذين تشملهم هذه البرامج. إضافة إلى أن هناك ليس فقط إقامة هذه البرامج، وإنما إضافة إلى أنواع الدعم السخي التي تقدم من الدولة أعزها الله وتوجهها وزارة التعليم من خلال النقل التعليمي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. ايضا المكافآت النوعية التي تقدمها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتمثل شهريا على مستوى منطقة نجران بما يقارب من 429,000 ريال شهريا تقدم. طيب. لذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات المختلفة. طيب أستاذ فهد، بعد هذا الملتقى ما شاء الله تبارك الله اللي إن شاء الله يتكلل بالنجاح، هل هناك تطلعات مستقبلية بعد هذا الملتقى؟ طبعا هناك تطلعات نوعية وفقا للنتائج
الرائعة التي حققها هذا الملتقى. حلو. هذا الملتقى خرجنا منه على مستوى التعليم بفائدتين نوعية. الفائدة الأولى وهو إقامة هذه المنصات التي استهدفت كافة شرائح المجتمع التعليمي. جميل. ابتداء بمعلم الموهوبين وإعطائهم إضافات نوعية في مجالاتهم التخصصية من قبل متخصصين سواء على مستوى جامعة شجرة أو جامعة نجران أو الاستضافات التي تمت من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم دعم من جلسة الأميرة صيتة قدم لعشرين فائز من المبدعين على مستوى جميل. المنطقة بمكافأة قدرت بما يقارب من 100,000 ريال. أيضا دعم الطلاب من أبناء الشهداء بمكافآت مالية سلمت لهم في احتفالية خاصة على مستوى أمير المنطقة، والذين النسبة الكبرى منهم هم من طلاب التعليم العام والذين استفادوا من هذه المنحة وهذا الدعم السخي من القيادة. كل التوفيق لكم الأستاذ فهد بن صالح عقالة مدير عام التعليم بمنطقة نجران، شكرا جزيلا لك وبإذن الله تحققون كافة تطلعاتكم المستقبلية. وإلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أو الجزء الأخير من هذه الحلقة، ورح يكون فيه السحب على سؤال الحلقة الماضية واللي كانت الإجابة ما ندري مش كانت الإجابة؟ خير الأمور وسطها؟ طيب نشوف كان السؤال الفائز. وشو؟ الآن يجري السحب. طيب نشوف السؤال أو السحب على الإجابة أو اللي جاوب على الإجابة الصحيحة ونختار منهم واحد من الفائزين. بسم الله. محمد عبد الصمد، ألف مبروك، ألف مبروك يا محمد عبد الصمد، فزت معنا بجائزة وعبارة عن مبلغ نقدي مقدم من قناة عين التعليمية. أكيد مبروك لك محمد، هذا الكوبون الشرائي المقدم من قناة عين التعليمية. وعندنا السؤال طيب في حلقتنا لليوم، ما هو الرقم الموحد؟ أيوه ما هو الرقم الموحد للبلاغات في حال تعرضت للتنمر الإلكتروني؟ طيب إذن هذا هو سؤالنا، ما هو الرقم الموحد لتقديم البلاغات الإلكترونية؟ ننتظر مشاركاتكم وأكيد بإذن الله السحب بيكون في الحلقة الجاية في ختامها بمشيئة الله تعالى على هاشتاق البرنامج، وفالكم الفوز جميعا. إذن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كانت حلقة رائعة بمشاركة الضيوف المميزين وكذلك بتفاعلكم معنا. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا بالموضوعات والفقرات اللي طرحناها لكم. شكرا لك يا عهد. أكيد شكرا لك علي، يعطيك العافية. ولقانا فيكم مشاهدينا بإذن الله في الأسبوع القادم كل أربعاء الساعة 7. إلى وقتها كونوا بخير، في أمان الله. في أمان الله.